هذا مسوء تقدير، هذا تقدير سوريالي، كلام من الواقع يعكس واقعنا الانعزالي. فسر مثل ما تفسر يبقى المعنى قلب الشاعر. مستر كونسبشن يطرح افكار مفهومة من العاقل. ميس كونسبشن على هوا راديو سوريا، خليكم معنا لنعرف شو هي ميس كونسبشناتنا لليوم. أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج ميس كونسبشن على هوا راديوكم السوريالي. البرنامج الشارح للمصطلحات السياسية والمبسط للمفاهيم الاقتصادية والقاتل لكل الأفكار غير البناءة. بهاي الحلقة رح نحكي عن السياسة والدخان، ومثل ما بتعرفوا ما في دخان بدون نار، ومن أجل ذلك سنستل كتاب دخن عليها تنجلي لأبو عبد المنجلي. أيوة، هلا رأسا بتنطلي أنت؟ يعني أنه حبيت الموضوع. أوجه الشبه بين الدخان والسياسة كتير كتيرة، بس رح نتركها للميسكونسبشنات. بس على كل الأحوال السياسة الوطنية مثل الدخان الوطني، فقلت يعني لحالي بطل وطني وبصير دخان أجنبي، قصدي يعني بروح على السياسات الغربية، رغم عظمة التبغ السوري، قصدي المواطن السوري. عسيرة التبغ، شو مدخن مستر كونسبشن؟ مو مدخن شيء الله وكيلك، بس كنت عم بسمع كلمة من كلمات بثينة شعبان قبل ما نفوت على التسجيل. سيدي ما علينا، العلاقة بين المواطن السوري والسياسة علاقة كتير ملتبسة وبتشبه علاقتنا مع تبغنا. شلون هي بقى؟ شرحها كتير صعبة. ها؟ بما انك سألتني، خيو كل عمرنا منتغزل بالتبغ السوري، بس رغم هيك مندخن أجنبي. يعني الحمرة للمعترين أمثالنا، بس متى ما صار مع الواحد قرشين زيادة فورا بيطرق باكيت مال بورو وبيضل بيسب على الإمبريالية العالمية. ونفس الشي منحكي عن باكيت الحمرة المعد للتصدير، هذا باكيت أسطوري منضل منحكي ومنتغزل فيه، بس ما مندخنه في الداخل السوري. أصلا المعد للتصدير غير مسموح استخدامه في الداخل، فهمت علي؟ يعني عنا أفضل أنواع التبغ والسياسيين بالعالم، بس السوري اللي بيطلع لبرا هو عظيم، بس بالداخل آكل هوا. مشان هيك قررت استيراد السوريين الذين في الخارج. حبيبي الدخان مثل السياسة كله مضر بالصحة، نصدق هاي الكذبة؟ يعني مين بدك تستورد؟ شي بطعمة ولا بلا طعمة؟ مين خطيب ولا مو خطيب؟ طلاس ولا فراس ولا رفعت ولا دوريد؟ لك لا، بدي استورد شخص مثل ستيف جوبز رحمة الله عليه. ليش مات؟ ليك شو السبب الحقيقي لهي الحلقة بعد هاي المقدمة الطويلة؟ هو يا صديقي انه انا قررت بطل سياسي، فسألت حالي شو هو الطريق الأسرع لبطل سياسة؟ قمت لقيت انه لازم اتعلم بطل تدخين. تدخين؟ لك لا لا لا، تدخين بالنون، لانه انا ما دخلني. ايه بس السياسة مثل التدخين ما بتتبطل. شوفوا مثالا يعني المتمسكين بكراسي الحكم على كل انواعهم. يعني تخيل انه لهلا بوتفليقة ناوي يترشح بالانتخابات. صحيح، بدي اسألك، هذا هو نفسه بوتفليقة؟ ايه نفسه. المهم ما راح نطول كتير برا الموضوع، قصدي اقول شوف قديش في ادمان بالسياسة، فلذلك انا قررت بطل سياسة. خلص بطلت، ما عاد بدي العب، عجزت. بس للأمانة والتاريخ حاولت كل شيء بس ما قدرت، ما طلع معي أخي، لا بالمعارضة ولا مع النظام، ما مشي الحال. طبعا أنا ما عم أحطهم بمحل أو بوتقة واحدة، وما عم أقول أنهم واحد مشان ما مارس جلد النفس على نفسي. وأفضل طريقة أتعلم من يلي سبقوني، وأقرب شيء لتبطيل إدمان السياسة هو إدمان التدخين.
في لصاقات لتبطيل السياسي، في بنبون مصاصة بمصة ببطل سياسي، ببطل تفكير، لأنه عم يحكني بدني. كل ما بفكر بالسياسة، لما ببعد عن السياسة بحس في شي غلط، ما عم بحسن، أدمنت أنا. على فكرة يمكن يكون في لصقات للامتناع عن السياسة بالدول الغربية. لك ما بيمشوا عنا هدول، ما لقيت حل. طيب هلا شو صار معك؟ مثل بالدخان، بطلت بطل سياسي. مشان هيك استنونا بعد الغنية مع مسكونسبشناتنا لهي الحلقة. ضرب ابنك ايه يعني شو صار؟ قلت نحشر حالنا بين ولاد الزار. ابني ضرب ابنك ايه يعني شو صار؟ قلت نحشر حالنا بين ولاد الزار. ايه قلت المثل بتكون بين الصغار، بتصير بين الكبار. وين كبرت بيناتنا، وين كبرت بيناتنا، صعب نتفاهم. رجعت لكم مع مسكونسبشناتنا عن أوجه الشبه والفروق ومضار التدخين والسياسة. مسكونسبشن 1: التدخين والسياسة من مسببات أمراض القلب والشرايين. مسكونسبشن 2: التدخين والسياسة من أهم أسباب الصلع، بس مو بالضرورة عند السياسيين، أحياناً عند الشعوب اللي بتضل عم تنتف بشعرها. Misconception 3: على علبة السجاير مكتوب أنه يتسبب بأمراض، أما السياسة فما بيحذروك منها بشكل مباشر. Conception 4: بكتير أحيان ممكن تخليك السياسة تدخن أو حتى تحشش، بس مستحيل تسمع مثلا أنه الحشيش خلى واحد يصير سياسي. Misconception 5: على سيرة التحشيش، يلي بحشش منقول له محشش أو حشاش، ويلي بيشتغل بالسياسة منقول عنه كذاب. Misconception 6: من الفروق بين التدخين والسياسة أنه لما تشعل سيجارة بتحسسك بالسعادة، والمواد المخدرة والسموم عم تفوت لجسمك، بس بالسياسة بتفتح بتشوف وجوه السياسيين البشوشة، ما بتشعر ولا بنتفة سعادة وانت عم ينسم بدنك. Misconception 7: التدخين بيخليك تخفف أكل. Misconception 8: السياسة ما بتخليك تخفف أكل. وليد المعلم مثالا. Misconception 9: على فكرة دخن عليها تنجلي طلع مع أول ظهور لأول سياسي. Misconception 10: وما في سياسي من دون نار.
ولهون أنا بكون خلصت حلقة اليوم من ميس كونسبشن. الراديو مكمل مع أغاني وبرامج أكتر كمان وكمان، فخليكن مولفين على راديو بولف عيل اللي بتحبوه، وأنا بتسمعوني الحلقة الجاي. سلام. هذا مو سوء تقدير، هذا تقدير سوريالي، كلام من الواقع يعكس واقعنا الانعزالي. فسر مثل ما تفسر يبقى المعنى بقلب الشاعر. مستر كونسبشن يطرح افكار مفهومة من العاقل. هذا البرنامج من انتاج راديو سوريالي 2014.